هنا هنعمل سمرايز بعض من الماسلز بتوع الديب ماسلز بتوع البوستيرور كومبارتمنت. فابتدي باول واحده اللي هي ابداكتور بوليس لونجس. افكرك انها طالعه من الباك اوف ذا ريديوس والالنا والانتر اوسيوس ممبرين، وتيجي تعمل انسيرشن في البيز اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون اوف ذا ثامب. يعني ده الثامب، دي البروكسيمال فالانجيز، ده الديستال فالانجيز، ده الفيرست ميتاكاربال بون. دي تعمل انسيرشن في البيز اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون. خد بالك انهم ديب طالعين هنا من تحت الماسلز اللي هي الاكسنسو ديجيتورم اكسنسو ديجيتي مينيمي، بيبانوا من تحتهم كده. دي اول واحده ابداكتور بولس لونجس. تاني واحده اكسنسور بولس بريفس، دي طالعه من الباك اوف ذا راديوس والانتر اوسيوس ممبرين، ودي تعمل انسيرشن في الباك اوف ذا او البيز اوف ذا بروكسيمال فالانجيز. يعني دي هتعمل انسيرشن في البيز اوف ذا بروكسيمال فالانجيز اوف ذا ايه صم. دي اللي بيسموها اكستنسور بوليسز بريفز. الاكستنسور بوليسز لونجس اللي هو التندن بتاعها الكبير ده، دي تطلع منين؟ من الباك اوف ذا النا، بتطلع من الباك اوف ذا النا والانتر اوسيس ممبرين، تعمل انسيرشن في البيز بتاع التيرمينال فالانجيز اوف ذا صم. يبقى انا لما اجي هنا البيز اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون الابداكتور بوليسز لونجس، البيز اوف ذا بروكسيمال فالانجيز يبقى دي اكستنسور بوليسز بريفز، البيز اوف ذا تيرمينال فالانجيز دي اكستنسور بوليسز لونجز. الاقي واحده طالعه دي اهي وجايه هنا جوين الاكستنسور اكسبانشن اوف ذا اندكس فينجر، ديت اللي هي طالعه من في الاوريجن بتاعها من الباك اوف ذا النا والانتر اوسيس ميمبرين، وجايه تعمل انسيرش او تو جوين الانسيرشن بتاعها مع الاكستنسور اكسبانشن اوف ذا اندكس فينجر، دي بيسموها اكستنسور انديسيس. الماسلز دول مع السوباينيتور اللي هي مش باينه في الصوره دي، بياخدوا نيرف سبلاي من نيرف اسمه البوستيرور انتر اوسياس نيرف. لو بصينا للمنظر ده اهو، ادي البيز اوف ذا فيرست ميتاكاربال بون، دي اسمها ابداكتور بوليس لونجس، ده الانسيرشن بتاع الابداكتور بوليس لونجس، دي عامله انسيرشن في البيز بتاع الفيرست ميتاكاربال بون. الاكستنسور بوليس بريفز اهي عامله انسيرشن في البيز بتاع البروكسيمال فالانجيز. الاكستنسور بورسز لونجس اهي عامله انسيرشن في البيز بتاع التيرمينال فالانجيز. يبقى دي ابداكتور بورسز لونجس، ده اكستنسور بورسز بريفز، وهنا الاكستنسور بورسز لونجس. هنا عايز اوري لك حاجه بين الابداكتور بورسز لونجس اللي هو ده والاكستنسور بورسز بريفز اهي، دول في ناحيه، والناحيه الثانيه في الاكستنسور بورسز لونجس في هنا سبيس، السبيس اللي موجود ده اسمه اناتوميكال سناف بوكس. السبيس ده اللي بيسموه الاناتوميكال، يعني دي تندو بتاع الدكتور بولز لونجس اللي عامل انسيرشن في البيز بتاع الفيرس متكاربال بون، اكستنسور بولز بريفز اللي عامل انسيرشن في البيز بتاع البروكسيمال فالانجيز، دول على ناحيه. الاكستنسور بولز لونجس ده عامل انسيرشن في البيز بتاع التيرمينال فالانجيز، بينهم وبين بعض في هنا في سناف بوكس او سبيس اهو، ادي السناف بوكس ده اللي اسمه اناتوميكال سناف بوكس. يبقى هنا في ابداكتور بوليس لونجس واكستنسور بوليس بريفز على ناحيه، والاكستنسور بوليس لونجس على الناحيه الثانيه، وده السبيس ده في السناف بوكس ده اسمه اناتوميكال سناف بوكس، ده موجود على الدورسال سيرفيس بتاع الريست، وموجود زي ما احنا شايفين ده الاناتوميكال سناف بوكس، حدوده اللي هو ابداكتور بولس لونجس اكستنسور بولس بريفز تندون على ناحيه، والاكستنسور بولس لونجس على الناحيه الثانيه. طبعا ده الثامب وده الاندكس فينجر وده الميدل فينجر وده الرينج فينجر وده الليتل فينجر، دولت التندونز بتاعت الاكستنسور ديجيتورم اللي احنا شايفينهم دولت، ده الفيرست دورسال انتر اوسياس سبيس اللي في الحته دي. كل ده المنظر ده لازم نشوفه على نفسنا، ودي اسمها الاناتوميكال سناف بوكس.